دكتور، هل ممكن يكون شخص عنده ثنائي القطب وفي نفس الوقت عنده وسواس قهري، مثلا وسواس الشذوذ؟ طبعا طبعا أخي العزيز أو أختي العزيزة، هذه الأمراض النفسية، يعني إحنا عندنا أحيانا عندنا اقتناع مثلا أنه اللي عنده فصام ما يصير عنده اكتئاب، أو اللي عنده فصام ما يصير عنده ثنائي القطب. طبعا هي هاي حالات نادرة يعني، لكن بالتأكيد يعني موجودة هاي الأشياء. يعني مثلا إحنا عندنا، يعني أنا عندي مرضى عندهم مثلا هذا اضطراب كرب ما بعد الصدمة، وبنفس الوقت عندهم ثنائي القطبين، تمام، وعندهم أيضا عندي مريضة عندها هاي الحالتين بالإضافة إلى أعراض وسواس قهري. فبالتأكيد يعني هي ممكن تصير، والدكتور ممكن أنه يستخدم أكثر من تشخيص لحالة المريض. لكن الشيء الجيد أنه مثلا هنالك أدوية اثنين يعني ممكن تشتغل على هاي الحالتين. يعني مثلا عندك الكويتايبين. الكويتايبين هذا دواء من الأدوية المضادة للذهان اللي ممكن يستخدم في ثنائي القطبين ويستخدم في الوسواس القهري، نفس الحالة. تمام. وسواس الشذوذ يعني ممكن هو يكون من أعراض الوسواس القهري، إنه الشخص عنده هيك أفكار ويخاف جدا من هاي الأفكار وتظل هاي الأفكار تجيله. فطبعا هنالك يعني علاج لهذه الحالة، وقلت لك يعني العلاج يكون ممكن يعني نفس الدواء ينفع بالحالتين. شكرا جزيلا.